الآن ينضم إلينا من عمان الفريق الركن قاصد محمود نائب رئيس هيئة أركان الجيش الأردني السابق. أهلا بحضرتك معنا سيادة الفريق قاصد، تتابع هذه المجزرة في بيت لاهيا. عسكريا سيادة الفريق حين يتحدث عن أن مقاتلات لجيش ما تستهدف مربعات سكنية فتخلف في لحظة واحدة 73 شهيدا، عسكريا بماذا يسمى هذا؟ هذه وحشية محمد وليست عسكرية، تحياتي لك. أهلا بك. لا علاقة لها بالعسكرية، هذا مخطط صهيوني من اليوم الأول، العناوين تتجدد، جنرالات، هذا كله كلام فارغ، هذا مخطط من اليوم الأول، وهذه المنطقة هي رقم واحد بالأولويات، لأن هي الأقرب إلى الحدود مع الكيان الصهيوني، وهناك قواعد عسكرية، وهناك معبر، وهناك مهم، وهذه يعني كان في تركيز عليها من البداية بالقتال. كانت هاي تقاتل أمام فرقتين إسرائيليتين في الأسابيع الأولى من العدوان الإسرائيلي، وأعيت الجيش الإسرائيلي وأتعبته كثيرا، لكن هذا مرة أخرى يعود إليها يستهدف المدنيين حقيقة، وهذا للأسف يعني هذا لم يمر حقيقة ولم نسمع به. قد تكون يعني الحروب التاريخية مر فيها بعض المذابح، لكن بهذا المستوى في العصر الحالي في آخر 100 عام على الأقل هذا لم يحدث نهائيا. حتى النووي في هيروشيما وناغازاكي لم يأتي بهذا العدد من الشهداء ومن الضحايا بهذا المستوى حقيقة. المصيبة نحن نخاطب الضمير العالمي يا محمد، أي ضمير عالمي هذا؟ وفي العالم في ضمير؟ إذا العالم العربي يا محمد لم يعد في ضمير، بدك العالم الغربي يكون في ضمير؟ إذا نحن العرب نسينا أن هؤلاء أبناء جلدتنا وأخواننا وجزء منا، والدور علينا بعدهم إذا ما بقينا على هذا المستوى من الاكتفاء بالمواقف السياسية والمراقبة عن بعد، وكأن الأمر لا يعنينا حقيقة. الوضع العربي هو المشكلة وليس غزة. أعتقد من يموت يرتاح، لأنه هذا الوضع العربي فعلا إنه لم يشهد له مثيل. نحن بجيلنا حقيقة ما رأينا ذلك، يعني شفنا هزائم مزبوط، لكن ما شفنا هذا الخنوع ولا هذا فعلا يعني مش هاي مش عروبة حقيقة، ليست عروبة نهائيا. في شيء تغير كثير جدا، كبير جدا اللي تغير يا محمد حقيقة شيء. لكن مرة 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 أخرى نعود الآن، المواجهة الحقيقية في غزة واضحة، أشلاء وقتلى مقابل عدوان صهيوني، وسيستمر على فكرة. المقاومة تحاول وتستهدف وتقارع وتقاتل، لكن تقتل دبابة دبابتين، 5 3 4. الجيش الإسرائيلي يعزز، بالأمس أتى باللواء قفعاتي، والقفعاتي هو أكثر ألوية الجيش الإسرائيلي والعالم وحشية بالنسبة للقتل والدمار. فبالتالي واضح الهدف، الهدف هو يا بتخرج يا بتموت. هذولا بدهم مش يخرجوا، بدهم يموتوا، والموت بيد الله بكل أحوال. فبالتالي المعادلة واضحة أنها لا علاقة لها بالعسكرية نهائيا، المعادلة واضحة، إخلاء وتهجير، إبادة بكل معنى الكلمة، بقصد التهجير إجباري. لم يهجروا بالتجويع ولا بتدمير المستشفيات ولا بعشرات القتلى ولا ما. الآن واضح أن الإسلاف مباشر، يا تغادر من البيت يا نقصفه، وهذا ما يحدث حقيقة، ما يحدث حقيقة في بيت لاهيا في المشروع. هو وهكذا مربع سكني لم يغادروا أصحابه، فتم قصفه بالطائرات المقاتلة، يعني مش من المدفعية، مش المسيرات، بالطائرات الحربية. هذا أنت تتحدث هنا عن مئات الكيلوغرامات من المتفجرات في كل قذيفة، نعم. وبالتالي القذيفة واحد تستطيع أن تدمر أكثر من منزل أو أكثر من مجمع سكني. فهذا واقع حقيقة مرير، لكن مرة أخرى أعتقد هذه غزة، هذه غزة. طيب. هذه كرامة غزة. وأنت معنا سيادة الفريق تحدث.